إلى ذلك طالبت ندوة سياسية نظمت في مدينة مأرب بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التدخلات الإيرانية في اليمن، وتحديدا منها في محافظة مأرب، خصوصا في هذه الأوضاع والتحركات الأخيرة. وجرى خلال الندوة التي نظمها مركز البلاد للدراسات والإعلام بمناسبة إشهار هذا المركز بعنوان مأرب وإيران وجها لوجه، التطرق إلى الدور التخريبي الإيراني في محافظة مأرب على وجه التحديد، ودعم طهران المباشر لجماعة الحوثي المتواصل على المحافظة، وكذلك أن تقوم بتمنيها لهذه العمليات سياسيا وإعلاميا وعسكريا. كما شددت الندوة على ضرورة تفعيل الدبلوماسية وتوحيد كل الجهود الإعلامية للتصدي للتدخلات الإيرانية وكشف تدخلها المستمر في الشأن اليمني، ومناهضة نشاطها السياسي والدبلوماسي وخطابها الإعلامي على المستوى العالمي وفي كل المحافل الدولية. التوصيات من خلال ما رصدنا، كان هناك تدخل إعلامي إيراني، إعلامي عسكري وأيضا إنساني، وبالتالي نوصي الحكومة أن تأخذ يعني أن تشتكي بهذه الاحتلال الإيراني إلى مجلس الأمن، إلى المحافل الدولية. أيضا نوصل الحكومة إلى توصيف المعركة، يعني هذا محتل الآن، هو سخر كل إمكانياته من أجل يعترف ليلا جهارا نهارا على لسان القيادة العسكرية الإيرانية بأنه محتل، وبالتالي نحن حتى الآن لم نقل له أنه محتل بالرغم أنه قال لنا هو محتل. وبالتالي نأمل من الحكومة أيضا، نوصل الحكومة أن تكون استراتيجية إعلامية وطنية تلبي أو تكون بحجم المخاطر.